بأين ربك؟ كيف ربك؟ من أين ربك والمآمن كلها لك يا مهيمن؟ يا مهيمن يا مصور يا ظلم، من أين أنت وهو الذي منح نفسه قبل أن يمنعه المانعون ووقف نفسه قبل أن يصفه الواقفون وأثنى على نفسه قبل أن يمضي عليه المظلوم؟ كيف ربك؟ الحمد لله على تمام المنة، الحمد لله للكتاب والسنة، الحمد لله على نعمة الإسلام وتواصل الإنعام، دوامت فضائله، عظم مواله، حسنة أفعاله، سنة أقواله، الحمد لله لروح الجميل، واحد العطاء الجميل، أكبر من أعطى وأكبر من أوفى، يا غافلا عن إله الشرق يا غالي، يا غافلا عن إله الشرق يا غالي، تعيش عمرة سيف حيوان أسنان، ترجع إلى الله واكسر ساده جولا، والله والله لا تلقى سوى الله، والله والله لا تلقى سوى الله، من قبله فهو المقتول، من حاوله فهو المخذول، ترى الله ترى الله ينصرنا من السمع خصبة، وصار حجاب الأرض لم يخجل، وصرنا على الأجفاء نمشينا حصبة، على النار نشوى أو على الجمر نسحب، لما بلغت ما تستحق جهودنا لكل يوم الحصبة مظلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أطالع الذنوب تثير يا وسام، أجزية النقر جمع الغني، أخص الضعف دوسا من قوي، إن قتلته أو سبحته أو نجدته، فهو الذي على مربيه أنفقني وعلمني، اللهم إنا أعظم كامل، أحمله على صدري، وضعت بهدي على الأرض لعمريته، يا الله بعد وجهي لك، يا الله رجع سمعي وبصري لك، يا الله زلت رقبتي لك، يا الله انتبهت نفسي اليك، يا الله صار الحديث عنك، يا الله كمل التوكل عليك، اليك والا لا تسد رجائك، وفيك والا فيعمي قائم، وفيك والا فالغرام والجار، وعنك والا فيعذب نائم. على كل حال انا رمضي بانتهاج من هذا الطريق، ونسال الله سبحانه وتعالى ان يجعله مره عين للمسلمين اجمعين. احسنت بارك الله فيك. على كل حال ليس هذا يعني ليس هذا هو، لكننا الانتهاج في هذا الطريق وانطباق بما وعده الله عز وجل، نسأل الله أن يبارك فيه وأن لا يحرمه، وأن يحرمه من أين أبدا ويبدأ من حيث بدأ الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أبدأ بما بدأ الله به من الصفا والمروة من شعائر الله، ويعني حينما يكون في دعاء الولود أو في الاستبداء، اللهم إني أعوذ بك من سخطك ومن معافاتك من عقوبتك ومن أبيك، لا أحصي ثناء عليك أنك نازلت على نفسك، ثم يستحسن أن يتلو قوله تعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فربنا حمد نفسه ولا يثني على نفسه الله سبحانه وتعالى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وسلم على المرسلين بسلامة من قالوا، ولا يثني على الله، لا نفسي ثناء على الله، بل هو كما ثنى على نفسه سبحانه وتعالى، وما سمعناه من هذا الاستنكار ومرضي من
يعني قصدي ألا يكون حافلا لنا بعرف أبنائنا إن شاء الله مثل تربيته، ونعترف بما فعله الله عز وجل من خير على صغر سنه، وبارك الله فيكم. وفي تبارك يا شيخ. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. زوجتي تبت الحرم وهي طاهره، وبعد يومين